السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 4 يوليوز 2019، غادي نكمل التقديم ديال الطماطم ولا مطيشة اللي عندي، اللي كنت جنيت البارح. هادو كنت خليتهم في الثلاجة، يعني راه كيما كنت شرحت لكم بأن الطماطم يعني المهجنة ولا الهبريد كتبقى صحيحة. ها هي لاحظوا، وهذه طماطم أصلية، شوفوا كي ولات، يعني دغيا تأثرات، يعني دغيا تأثرات، يعني القضية ديال باش مثلا نقدروا يعني نحافظوا عليها، ولا مثلا نخليوها يعني على الأكثر عندنا يومين. يومين هي المدة الزمنية اللي نقدروا مثلا نحافظوا عليها، ولا 3 أيام كاع. الغالب ديال هاد الطماطم يعني تقريبا هي في الثلاجة، ورغم ذلك فهي متأثرة. إذا غادي نمشيو لاكاروريتش. لاكاروريتش هي طماطم تقريبا من الولايات المتحدة الأمريكية. الوزن ديالها، فانا وزنتها البارح، غادي نحط لكم الوزن ديالها في اخر الفيديو، غادي تشوفوه. غادي نكتشفوها من الداخل، نشوفوا كيفاش دايره. ان شاء الله هو غادي نقطعها ونشوفوها كيفاش دايره، وندوقوها ونقول لكم المذاق ديالها، ونقارنها مع الانواع الاخرى اللي كنت قدمت لكم. اربعه الانواع اللي كنت قدمت من غير لا سان مارزانو ولا ريتشيري، فكنت قدمت لا كوبيا فيردي، لا فيو دارتيفيس، لا امانا اورانج، ولا شوكولا ستريب. اليوم غادي نقدم لكم لا شوكولا، لا كارو ريتش، ومن بعد ان شاء الله نشوف الاخرين. نكمل الفيديو. اذا غادي نحاول نقطعها. فهي كما قلت لكم فهي متقطره هنا، ها هي شويه، واحد شويه ديال سميتو، ولكن معليش ماشي مشكل. غادي نقطعهم نشوف كيفاش دايره. بسم الله. اول ملاحظه، قربي، اول ملاحظه كما كتشوف بان فيها الماء كثير، يعني غنيه بالماء. بالنسبه للبذور فهي بذور، يعني هي كما كتبان لكم البذور تبارك الله كثيره. غادي ان شاء الله باش يعني كاين ما نزرعو كما كيقولوا. من بعد ان شاء الله غندوقوها ونقول لكم كيفاش دايره. من بعد ما تذوقتها في الفيديو ديال الفرنساويه، فانا غادي نقول لكم. انا قطعت واحد الطريف صغير، ولكن غادي نقطع هذا الطريف حتى هو قدامكم باش تشوفوه. كما كتلاحظوا فهي عندها هاد الداخل هنا اللي هو لاصق مع ليك غين، هاد لاموس هادي، ولا هاد كيفاش كنسميوها، فهي لاصقه مع البذور، وهذه هي اللي كثيره حيت هي ليجيتوز، فيها الماء كثير. ها هي كما كتلاحظوا فيها الماء كثير. الحاجه اللي غادي نقدر نقول لكم اخر هو بان بالنسبه للمذاق ديالها فهو تقريبا انا يعني غادي نقول تقريبا بحال المذاق ديال الامانه اورانج، يعني فيها شويه الحموضيه، يعني كاينه الحموضيه ماشي حلوه، ولكن فيها الماء كثير، هذا هو اهم حاجه. لا امانه اورانج فيها يعني فيها الداخل ديالها يعني كثيره، انا كنقول لها الهبره، ولا كنقول لها يعني الملحمه. هذه فيها الماء اكثر، جيتوز بالفرنسويه، والاخرى الي شارني بالفرنسويه. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله ندوزو الاكتشاف ديال طماطم او نوع اخر من الطماطم.